هنروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق الإقامة، نتعرف منه على آخر الأجواء ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. برحب بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، برحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني في البدايه كابتن ايمن اتقدم لك بخالص العزاء وخالص العزاء من كل جماهير النادي الاهلي لوفاه نجل شقيق حضرتك، نتمنى له ان شاء الله يا رب ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان. طبعا يا كابتن ايمن احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق بيراميدز في المباراه المؤجله من الجوله ال 28 لبطوله الدوري اللي حسمها النادي الاهلي خلاص، ويعني النادي الاهلي حسم درع الدوري وتسيد الكره المصريه والكره القاره الافريقيه، ودي من النقاط المهمه جدا للنادي الاهلي هذا الموسم، موسم تاريخي للنادي الاهلي من كافه الوجوه وعلى كافه الاصعده. يعني نقدر نقول النادي الاهلي بدا استعداده لهذه المباراه عقب مباراه حرس الحدود، اللي يعني خليني اقول لك برضو من الكواليس ان مستر مارسيل كولر سيطر عليه حاله من الزعل الشديد والغضب للتعادل الاخير مع فريق حرس الحدود، كان يمني النفس في تحقيق انتصار على فريق حرس الحدود واستكمال سلسلة الانتصارات والوصول للنقطة رقم 90 لكسر هذا الرقم، وكان بيقول للاعبين ليه ما تكونوش انتم الجيل التاريخي في الكرة المصرية وفي النادي الاهلي اللي يحقق 90 نقطة، ارقام كتير جدا كان يأمل مستر مارسيل كولر انه يحققها هذا الموسم في ظل الموسم التاريخي، وهو يكون واحد من افضل البدايات لكل كافة المدربين في تاريخ الكرة المصرية، وهي اعظم بداية لمدير فني في تاريخ النادي الاهلي هي بداية مستر مارسيل كولر. يعني بعد المباراه والتعادل زي ما قلت لحضرتك الغضب اللي سيطر عليه، استأنف تدريباته ثاني يوم في تمام الساعه 9 صباحا، اتكلم مع اللاعبين وشدد ووصل للعيبه حاله الزعل اللي لدى مستر مارسيل كولر، وقال الاجواء الاحتفاليه الخاصه بمباراه حرس الحدود شغلت اللاعبين وسيطرت على تفكير اللاعبين، وده امر مش هسمح بيه ثاني خلال الفتره القادمه. احنا مقبلين على موسم صعب جدا، موسم فيه تحديات كتير جدا ما بين السوبر الافريقي ودوري السوبر ايضا الافريقي وكاس العالم للانديه والسوبر المصري والدوري، وفي يعني مشاركات محليه ومشاركات دوليه سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخبات الوطنيه، شدد على اللاعبين بهذا الامر، قال مش هقبل بهذا الامر مره ثانيه، ويتكلم مع اللاعبين على ضروره المطلوب منهم خلال الفتره القادمه خاصة مباراتي بيراميدز ومباراة المصري. بعد التدريب منح مستر مارسيل كولر الفريق راح لمدة 24 ساعة، ثم استأنف تدريباته بالأمس على استاد مختار التتش، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، اتكلم طبعا على أهم النقاط الفنية ونقاط القوة والضعف خاصة بفريق بيراميدز، ويعني أشاد بفريق بيراميدز وقال هي مباراة القمة، هي مباراة ما بين الأول والثاني، شدد على ضرورة تحقيق الانتصار، التركيز من أول دقيقة لآخر دقيقة، عدم إهدار الفرص، ودي نقطة قدامها كتير مستر مارسيل كولر على اهدار الفرص، وقال يعني ضروره استغلال انصاف الفرص، احنا بنهدر كم كبير جدا من الفرص، النادي الاهلي عنده فعاليه هجوميه كبيره جدا وبتوصل للمرمى كتير، لكن الفعاليه الهجوميه ما بتبقاش بالصوره المطلوبه ولا بالشغل الفني اللي بيحصل في ارض الملعب، شدد على اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص، ضروره التهديف من يعني في اول 10 دقائق، ضروره احراز هدف مبكر يسهل على الفريق عمليه اللقاء وضروره يعني الفوز في هذه المباراة، ثم استأنف التدريب، ده كان في جلسة جمعت ما بينه وما بين هاري المدرب العام وتيتسيان اندويا مخطط الأحمال، طبعا وقف على بعض الأمور وخاصة باللاعبين اللي محتاجين ياخدوا راحة، وبالتالي هو فضل إرحب بيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد هاني من هذه المباراه، لكن اغلب العناصر يعني كل العناصر الاساسيه للنادي الاهلي والتشكيل الاساسي للنادي الاهلي هيخوض بهذه المباراه، بوجود كافه العناصر الاساسيه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه هتكون طبعا هي كلمه السر في هذه المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر زي ما قلنا فضل هو يريح بيرسي تاو وكهربا ومحمد هاني، لكن خالد عبد الفتاح موجود في مركز الظهير الايمن، وايضا موجود يعني عوده مروان عطيه ان شاء الله للتشكيل الاساسي للنادي الاهلي، محمد شريف في مركز راس الحربه. دي كانت من يعني من اهم النقاط الفنيه اللي اتكلم والاستعدادات الفنيه الخاصه بالفريق لهذه المباراه. طبعا استأنف التدريب مستر مارسيل كولر في بعض الجمل الفنيه او الجمل الخططيه اللي طالبها من اللاعبين وضروره تنفيذها في هذه المباراه اللي نتمنى ان شاء الله تتحقق في ارض الملعب النهارده والفريق يكون قادر على تحقيق الانتصار. على الجانب الاخر عايز اقربك من معسكر فريق بيراميدز يا كابتن ايمن، طبعا استعدادات باتشيكو والمدير الفني والفريق لهذه المباراه اللي يعني بيتحفز في هذه المباراه لمواجهه النادي الاهلي،
وقال ان النادي الاهلي واجهنا هذا الموسم في 3 مواجهات في الدوري وفي كاس مصر وفي السوبر، النادي الاهلي حقق الانتصار في 3 مواجهات، لازم النهارده ان فريق يعني في كلامه مع اللاعبين ان هم يحققوا الانتصار النهارده ويخسر سلسله اللاهزيمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهه. طبقا للتدريب الاخير التشكيل هيكون بنسبه 99 بالنسبه لفريق بيراميدز في هذه المواجهه. كابتن ايمن هيكون احمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين احمد فتحي واحمد سامي، في اليمين محمد الشيبي، في الشمال محمد حمدي، في نص الملعب الثلاثي محمود دونجا واحمد توفيق ومحمود صابر، قدامهم مثلث هجومي مكون من ابراهيم عادل ومصطفى فتحي وفقري لقاي. ده التشكيل الاقرب بنسبه 99% بالنسبه لفريق بيراميدز لهذه المواجهه. يوم النادي الاهلي النهارده يا كابتن ايمن يوم اعتيادي، تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم فتره التدريبات الخفيفه لمده ربع ساعه، ودي من النقاط اللي حريص عليها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين طبعا بالتنسيق مع تيتسيان اندويا مخطط الاحمال، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 4 ولا نصف، ثم المحاضره الفنيه واللي بيتكلم فيها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين على اخر النقاط الفنيه واخر التعليمات اللي طالبها من اللاعبين، وبيعلن من خلالها التشكيل اللي هيخوض بهذه المواجهه، ثم التحرك الى ملعب المباراه اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي من 5 ل 10 دقائق. يوم مهم جدا ويوم مميز ان شاء الله، نتمنى فيه كل التوفيق لفريق النادي الاهلي، وفريق النادي الاهلي ان شاء الله يحقق انتصار على فريق بيراميدز. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.